ده احنا دافنينه سوا. انا كان نفسي افهم مين المرحوم اللي احنا كلنا عمالين ندفنه مع بعض ده، وبنزل لبعض بيه ليه بعد كده. طلع ان الحكاية اصلها اتنين اخوات، وفي رواية تانية اتنين اصحاب، واحد اسمه اللئيم والتاني اسمه ابو المفاهيم. الاتنين دول كانوا فقرة جدا، ما حلتهمش غير الحمار بتاعهم، كان اسمه ابو الصبر. الحمار ده كانوا بيستغلوه في ان هو يشيل بضايع الناس ينقلها من مكان للتاني، وهم ياخدوا اجرة بسيطة على المشوار ده. في يوم وهم ماشيين على الطريق، الحمار ابو الصبر مات. طبعا زعلوا عليه جدا لانهم كده خسروا مصدر رزقهم الوحيد، بس خلاص هيعملوا ايه بقى؟ دفنوه في مكانه وقعدوا يعيطوا جنبه. طبعا اللي رايح واللي جاي بيشوفهم بيعيطوا بيسالهم مالكم فيكوا ايه؟ فكانوا بيقولوا له اصل ابو الصبر مات. والناس الحقيقه كانت طيبه حبتين، فافتكروا ان ابو الصبر اللي هم عمالين يعيطوا عليه دوت راجل صالح ليه بركات او عالم جليل مثلا، فكانوا بيتعاطفوا معاهم جدا، وفي منهم اللي كان بيديهم فلوس كمان. وفضل الوضع ده مستمر كام يوم، فجت فكره في دماغ اللئيم وقال ابو المفاهيم ايه رايك بدل الناس متعاطفه معانا قوي كده وهي ما تعرفش مين ابو الصبر ده اساسا، ما تيجي نعمل له مقام فالناس تزيد والفلوس تكتر. وفعلا عملوا كده، جابوا شويه طوب وحطوه على المكان اللي مدفون فيه الحمار، وعملوا مقام وسموه مقام سيد ابو الصبر. وفعلا الناس بقت بتزور المقام اكتر علشان ياخدوا بركات الشيخ ابو الصبر، والفلوس كترت في ايدين اللئيم وابو المفاهيم. بس في يوم ابو المفاهيم شك في اللئيم انه بينصب عليه في الفلوس، فابو المفاهيم قال للئيم ساعتها انت بتنصب عليا في الفلوس؟ طب والله لا اشتكيك لشيخ ابو الصبر. فاللئيم ساعتها ضحك وقال له ابو الصبر ايه، ده احنا دافنينه سوا.